طب خلوني واحنا بنتكلم عن الحوار الوطني وتحديدا بنتكلم على الجلسات بتاعه المحور الاقتصادي والاستثمار، معانا على التليفون سياده النائب احمد فتحي مقر لجنه الشباب بالحوار الوطني. اهلا 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 يا سياده النائب. اهلا اهلا صديقي العزيز، عامل ايه يا صديقي؟ يوسف اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله بخير الحمد لله. يمكن انا محتاج افهم منك لان انا عارف ان انت مهتم جدا كمان بهذا الملف الا وهو الاستثمار، او تحديدا كمان الاستثمارات العامه واداره اصول الدوله. ازاي نائب احمد فتحي بيشوفها، ومن ناحيه تانية بيشوفها باعتباره رجل مشارك في هذا الحوار؟ صحيح هو مقر لجنه الشباب، لكن كمان في نظره بتاعه هذا الجيل، وايضا نائب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، فاكيد في تصور عن الاستثمارات العامه واصول الدوله او اداره اصول الدوله. احنا يعني زي ما انت كنت وضحت، احنا المفروض كان بكره هتبدا المحور الاقتصادي بالنسبه للجنه اولويات الاستثمارات العامه وسياسه ملكيه الدوله، وكمان بالتوازي كان في ملف مهم جدا برضه يوسف كان هنتحدث عنه بكره، هو لجنه الزراعه والامن الغذائي. ايوه، فكرة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج عفوا والتسعير، وكمان دي معمولة على كانت على جلستين وهيتم الإرجاء ليوم الثلاثاء القادم. نفس الوضع حصل مع لجنة الشباب، كنا يوم الخميس القادم هيتم الإرجاء للخميس اللي بعده. عايز أقول لحضرتك إن الموضوع مرتبط بي، كان الملف اللي احنا كنا هنتحدث عنه هو دعم وتمكين الشباب والاشخاص ذوي الاعاقه، في ملف مهم جدا هو رياده اعمال. ولما كنا بنسمع مع المستثمرين اللي بيستثمروا في ملف رواد الاعمال، كانوا بيتحدثوا عن ان يعني في منهم كان رايح بكره هيشرفنا في الحوار الوطني، وكان منهم جزء ثاني هيشرفونا يوم الخميس، عشان الموضوعين مرتبطين ببعض. ليه مرتبطين ببعض يوسف؟ احنا عندنا حاجات مهمه جدا خلال الفتره اللي فاتت حصلت من قبل الدوله المصريه ومن قبل بعض الوزارات، ان هم شغالين في الاستثمارات لرواد الاعمال، بس للاسف كان الموضوع تايه شويه. مفيش يعني زي ما بقول لك كده جهه معينه بعينها هي اللي الناس تروح تقول انا هستثمر في الشركات الناشئه في 1 2 3 فيخاطبوا الجهه دي. حصل امبارح موقف يعني كويس من قبل دوله رئيس الوزراء، ان هو قعد مع السيد رئيس هيئه الرقابه الماليه وكمان الهيئه العامه للاستثمار وكمان جهاز لتنميه المشروعات الصغيره. الجلسه دي كانت اهميتها يوسف ان احنا عندنا مجموعه كبيره جدا من شبابنا اللي فتح شركاته هنا، وللاسف يعني عايز اقول لك هو مش عارف حتى يقفلها، عندهم مشاكل حتى في قفل الشركات. فكل اللي عمله اللي هو نقل الشركات بتاعته بره مصر، وسمعنا في احدى الدول العربيه ايه المميزات اللي بيقدموها لهم. صحيح، لما عرفنا ان امبارح ان هم ابتدت الحكومه قبل حتى التوصيات اللي تخرج من لجنه الشباب ان هم يشتغلوا ويعملوا وحده مخصصه تدعم وتحفز بيئه العمل لرواد الاعمال، ده شيء محترم جدا. بس على النظير احنا برضو عايز اوضح لك حاجه، يعني كان كل رواد الاعمال خلال الفتره اللي فاتت وانا اتشرفت بظهوري معاك في اكثر من حلقه، وكنا بنتحدث عن مشاكل رواد الاعمال وفكره ان يبقى في مستثمرين من بره يستثمروا في الشركات المصريه. عايز اقول لك يا يوسف، كانت الشباب بتواجه مشكله كبيره جدا في ملف التامينات وملف الضرائب، وهنطلع بتوصيات مهمه جدا عشان نخدم بيئه العمل دي. شباب تاني كان بيتحدث عن ان في احدى الدول العربيه الموضوع ما بيكملش يوم، احنا الموضوع بيكمل اسبوعين واكثر، فليه برضو طول الفتره دي كلها؟ شباب تاني كان بيتكلم عن موضوع ان انا عايز عمليه التاهيل والتدريب عشان اقدر افتح الشركات الناشئه دي، وان انا اقدر استثمر او كاي مستثمر يقدر يستثمر في ملف رياده الاعمال يبقى شايف نجاح للشركه ديت وان هيحصل لها نمو خلال سنتين او ثلاثه. برضو كرؤيه للملف، يعني للاسف في مجتمع مدني شغال وبعض المؤسسات الثانيه مش شغاله، فاحنا محتاجين يبقى في تفعيل مع وزاره التعليم العالي ان يبقى في تدريب وتاهيل لكل رواد الاعمال داخل الجامعات، عشان يبقى فاهمين ان في فرق كبير قوي بين حاجه اسمها رياده الاعمال وما بين المشروعات الصغيره والمتوسطه. وكمان لما الشباب كانت بتخاطب جهاز زي جهاز تنميه المشروعات ويقولوا احنا والله عايزين نفتح شركاتنا، هم بيتعاملوا معاك كمشروعات صغيره وشركات ومشروعات متوسطه وكمان متناهيه الصغر، وكمان مش باصين لمفهوم رياده الاعمال.
فمحتاجين، وده اللي حصل كمان ومكتوب على الصفحة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء، ان هيعيدوا تأهيل السادة العاملين في جهاز تنمية المشروعات عشان دول اللي بيمفروض بيستقبلوا الناس. وسمعت كلام محترم جدا اتعمل من قبل هيئة الاستثمار خلال الفترة اللي فاتت، ان هيبقى فيه ويب سايت، ان الويب سايت ده كل الشركات الناشئة تقدر زي الحوافز اللي بتتم من برة تقدر تتم من قبل الدولة المصرية. اللي انا عايز اقوله يا يوسف، عشان يعني مش عايز طبعا اطول عليك، ده طبعا يشرفني الحديث معاك دايما والساده المشاهدين، شرف كبير ليا، بس اللي انا عايز اوضحه ان فعلا الدوله المصريه اتجاهها الكلي ان فعلا تحتضن شبابها، وده باين من اكتر من جلسات شرفت على مدار اسبوعين، وانت كنت طبعا معانا في الجلسات دي يا يوسف، وشايف بعينك ان فعلا في اقبال محترم جدا من كل القوى السياسيه، صحيح، كل المجتمع المدني، من الخبراء، من كمان مجلسي النواب والشيوخ، فكل يعني تعتبر الدوله كلها موجوده في الحوار الوطني. مزبوط. كمان اللي اكتر من ده الساده المواطنين اللي مقدمين المقترحات المحترمه، واللي كمان هيكونوا ممثلين سواء في الاستثمار او في الملف الغذائي، وكمان في ملف الشباب اللي احنا بنتشرف ان احنا متواجدين فيه. فالرسالة أنا عايز أوصلها إن إحنا دايما بنقول إن في طمأنينة طول ما القيادة السياسية عاملة زي ما بيقولوا كده إيه، محتضنة الشباب. أنا عايزين نشوف إيه المعوقات اللي بتواجه رواد الأعمال في مصر، وإحنا قلبا وقالبا هنقف معاهم، إيه من سواء بقى تدريبات، سواء توفير بيئة عمل، وكمان أكتر حاجة هي فكرة الضرائب، وكمان أكتر من الضرائب التأمينات. يعني لو أي حد هيروح يفتح شركته كمية الضرائب اللي بيدفعها عشان خاطر يقدر يكمل، لا يقول لك أنا هناك بيديني بالسنتين والثلاثة. وكمان يا يوسف معلش أنا هختم بحاجة مهمة جدا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لما كنا بنتكلم على فكرة العربيات الطعام المتنقلة وشفنا قد إيه شباب خلال الفترة اللي فاتت ولما تحدثنا معاهم كانوا بيقولوا لنا الحكومة قدرت تساعدنا فترة بشارع اسمه 306، وللأسف دلوقتي الشارع ده ما بقاش يعني متواجد بمعنى الكلمه، وما بقاش في تفاعل في المكان اللي هم وفروه لنا. ففي توصيات محترمه جدا الشباب مقدماها عشان تقدر تفعل تاني دور شارع 306. هو يعني كويس ان في بعض المحافظات، لكن القاهره الكبرى لو احنا بنتكلم على القاهره الكبرى مش موجود، الصعيد مش موجود، طب مين اللي هيوفر بيئه العمل المحترمه؟ لازم مؤسسات مجتمع مدني، رئاسة الوزراء وهي اتحركت الحمد لله في الملف ده، وكمان اكتر من ده دورنا احنا انا وانت يوسف في مجلس النواب لو في اي تشريع يخص قانون 152 لسنة 2020 فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة وريادة الاعمال، برضو شايفين بعض الشباب بقدم تعديلات في المواد، كل دوت هناخده في الحسبان عشان يتجه الموضوع سواء للجهة التنفيذية او التشريعية بقرارات تخدم بيئة العمل بالنسبة لرواد الأعمال خلال الفترة القادمة إن شاء الله. أحمد أنا اللي عايز أطول معاك في سؤال بعد إذنك، يعني أنا بقعد أسمع الحقيقة كتير جدا من شبان بيبقوا عاوزين يشتغلوا اللي هو بنسميهم ما بين قوسين كده صغار المصدرين، عاوز إنه يشتغل على تصدير مثلا سلع غذائية، سلع نصف مصنعة، سلع مصنعة إلى آخره، وعاوزين يشتغلوا على إن هم يفتحوا مثلا على سبيل المثال أسواق في إفريقيا، فبيجي يقول لك طب أنا مش عارف هتجه ازاي وانا لسه بقول يا هادي، بقول صباح الخير، بلف على المصانع بشوف المنتجات بتاعتهم، براجع معايير الانتاج والجودة علشان اقدر اطلع سلعة جودتها عالية افتح بيها سوق محترم في دول الجوار الافريقي. ده على سبيل المثال، ده كان جزء من الكلام اللي انا سمعته من بعض لو صح تعبير صغار المصدرين او المصدرين الناشئين. من ناحية تانية يجي يقولك والله انا لو عاوز اعمل حاجة مثلا افتح شركة جديدة ناشئة وهروح لهيئة الرقابة المالية على سبيل المثال، بنصطدم ساعات بحاجتين، جزء منها هي انه الطلبات المالية بتبقى كبيرة شويتين المتعلقة باحجام رؤوس الاموال وما إذا قالك وده صعب، أنا ممكن أبقى عندي فكرة عظيمة جدا بس حجم رأس المال المتوفر عندي طبقا للمتطلبات والاشتراطات مش هيوفي فبضطر ما اشتغلش، أو أنه الهيكل الإداري اللي مطلوب عاوز مش عارف خمس مديرين إيه في قطاعات أو إدارات معينة لازم تبقى موجودة وخبرة المدير لا تقل عن كذا، قالك أنا كده بلاقي نفسي هتحمل أحجام رواتب تخض عشان أوفي هذه الاشتراطات، هنعمل إيه في ده؟ توصيات كل يعني اللي حضرتك بتقوله دلوقتي يا يوسف كله هيكون ممثلين من كل الجهات عشان خاطر ان شبابنا اللي بيشتكي وبيقول نفس الشكوى اللي انت بتقولها دي هو نفسه عنده التوصيات بتاعته. طب ما يا حكومه اسمعي التوصيات دي،
وانت كحكومه هل انت كقصه هنبقى مبسوطين كدوله ان احنا ولادنا بيروحوا يفتحوا بره ويقولوا او عفوا في الكلمه برضو اغلبيه الشباب دلوقتي بتلجا ليه يا يوسف؟ انا مش هسجل. اه ممكن تحصل له مشاكل اكبر بس هو بيقول لك خلاص انا هكسب لمده 6 شهور 7 شهور لحد ما يقولوا ان الشخص دوت يعني بيشتغل من ورا الدوله زي ما بلغه الشباب يعني. في واحد منهم قال لي جمله خضتني، قال لي بص انا من كتر ما انا مش عارف اعمل ايه عاوز بيصدر يعني او عاوز يصدر. قال لي بص انا هاخد بعضي وافتح في دوله كذا، دوله عربيه شقيقه رائعه يعني، هفتح هناك ومن هناك هعرف اصدر لافريقيا. قلت له يا ابني ازاي؟ قال لي ما انا هعمل حاجه اسمها اعاده تصدير. قلت له يعني ايه؟ قال لي قلت له ما هتقف عليك اغلى. قال لي لا. فاتخضيت. مش هتقف عليه اغلى خالص. فاتخضيت قلت له لا لازم نلاقي حل. هناك يا يوسف احسن بكتير. واحنا لما هنقول ده يعني انا كويس، انا عاجبني في القصه ان لما الدوله اتحركت في الحوار الوطني وقالت اسمعوا للشباب ليه؟ عشان ادي مطالب الشباب صح، وادي المعنيين بالمشكله هم بيعانوا منها وبيقول لك والله انا نفسي اكمل في بلدي واقعد مع اهلي هنا في بلدي بدل ما اخدهم واسافر بره مصر، انا هقعد استثمر هنا واكبر شركتي هنا. بس عشان اقدر اقعد ده انا عايز اطلع بتوصيات نطلعها لفخامه الرئيس ياخد فيها قرارات حاسمه. وانا بقول لك وبنوعد الشباب بده على اساس ان احنا قعدنا حتى مع الجهات الحكوميه زي ما احنا كنا بنقعد برضو في الحوار الوطني مع الشباب وعندهم مشاكل. الجهات الحكوميه عايز اقول لك هم بالفعل عايزين يشتغلوا ده، بس عشان يشتغل صح لازم تشتغل على تدريب الموظفين يا يوسف. دي اهم نقطه. للاسف بعض من الموظفين، مش عايز اقول لك الاغلبيه بس بعض منهم، مش مواكب للحدث وايه اللي بيحصل. بعض الموظفين في مميزات محترمه جدا في قانون بتاع 152/2020 ومميزات وحوافز محترمه جدا، بس احنا دايما حتى في المجلس يقول لك قياسها الاثر التشريعي على ارض الواقع عامل ازاي؟ صفر. الموظفين ما عندهمش الخلفيه وبالذات بتوع الضرايب، يقول لك لا لا لا، يروح جاي انت بقالك سنتين يروح حاسب له الضرايب على مدار السنتين اللي فاتوا، الشخص يحس ان عنده مشكله كبيره يقول لك لا طب انا عايز اقفل شركتي، مش عارف يقفل الشركه بتاعته. تخيل حتى لما وعفوا ده احنا لما نقول له كمان وهم بيقولوها لنا بيقولوا لنا تخيل لما حتى بنقفل شركاتنا بيقولوا لنا انت فاشل. هو مش فاشل، هو خلاص تعثر وعنده مشاكل كتيره جدا مش هيعرف يواكب المرتبات زي ما انت وضحت. فبيقول لك خلاص، فاللي بيحصل بيترفع عليهم قضايا فبيسافروا بره مصر ويفضلوا مكملين بره مصر. لا طبعا حال شبابنا جوه في لجنه الشباب مش هنقبل ان الحاجات دي تحصل لاولادنا. وايه اللي بيحصل؟ ما هو اللي بيطبق الكلام ده شاب، شخص مصري سواء كشاب او راجل كبير او سيده محترمه، كلهم بيطبقوا الكلام ده. فمحتاجين عشان يطبقوه هما يطبقوه صح، يطبقوه طبقا للقانون. ولو القانون محتاج تعديلات بايدينا ان احنا نقدر نغير ونعدل التعديلات ديت ونشرحها صح من اول وجديد عشان خاطر نقدر نخدم اكبر عدد ممكن من الشباب. وعايز اقول لك يوسف، تعرف ان احنا من اكبر الدول اللي عندنا كميه شركات ناشئه انت مش متخيلها، بس وقصه ان هي تنجح او تفشل احنا مش بنبص للقصه ان كام شركه فشلت، لا احنا بنبص للقصه هل مدارسنا وهل جامعاتنا مهيئه مؤهلة لعمليه صح التدريب والتاهيل لملف مهم جدا اسمه رياده الاعمال. صحيح. ساعتها اقدر اقول مين اللي نجح ومين اللي فشل، لكن من الاول ما دام انا مش مؤهل والشاب يعني بيروح ويروح يدرب نفسه ويعلم نفسه بنفسه، لا طبعا ده مرفوض تماما. وهيتم توصيات موجهه لاكثر من وزاره معنيه عشان نقدر نحل مشكله كبيره زي دي ان شاء الله. يا رب يا مسهل. انا بشكرك جدا 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 يا احمد، كل الشكر للنائب احمد فتحي مقرر لجنه الشباب بالحوار الوطني.